الحمد لله، الله فيك خويا بدر، الله ينورك. أمورك على خير؟ نسلكم نقولوا الحمد لله. داكشي اللي كان الحمد لله على كل شيء. شنو اسم المستعار اللي يعني تعطينا؟ بعد مزيان الله يحفظك. شنو الاسم المستعار؟ ما نقولش سميت اخويا بدر، ما نقدرش. لا، السمية مستعارة ماشي الحقيقية، اسم مستعار ماشي ديالك، ماشي سمية باش نبقى نعيط لك. نديرو سمير. سمير يا سمير. سمير القلب عامر. الله يلا بزاف يا خويا، وراني في ورطة فهمتي. واحد مرحبا خويا سمير، شوقتينا نسمعوا القصة ديالك. تفضل خويا سمير، عاود كاع داكشي اللي بغيتي، حنا نسمعوك يا سمير. بغيت نسولك بعدا خويا بهذا الصوت ديالي مبدل ولا حقيقي؟ لا، صوتك مبدل، صوت مبدل. صافي بارك، مرحبا، الله يجازيك بخير. مرحبا. شو نقول لك اخويا بدر، انا كنت عايش ترونكيل بخير بحالي بحال الشباب، خدام على قد الحال، شهر نخدم شهر ما نلقاش الخدمه، غادي مع الحياه الحمد لله ونشكره. كان عندي تينا احلام وطموح، متيني كنت باغي نفيكس يوم مع حياتي، تجاب الله وتلاقيت مع واحد البنت على غفله، ما يعني ما كنتش ضارب الحساب لهاد الشيء كاع، بغيتها وبغاتني حتى هي. دوزنا الاغلبيه حنا شنقول لك غير في التليفون، مره تنخرجوا اغلبيه الميساجات والابيل. واحد النهار اخويا اش غادي نقول لك، دوزنا واحد المده حتى واحد النهار صافي، يعني شتا فهماتني وفهمتها، تفاهمنا نتزوجوا ونعيشوا بخير. قالت لي صافي داكشي اللي كاين، جمعت انا راسي الحمد لله، بقيت تنخدم وقللت شي شويه من الدوران مع الأصدقاء ديالي والخروج فهمتي، باش تتوفر شي شوية ديال المصروف. بقيت غادي مزيان الحمد لله في داك الطريق. واحد النهار صافي السيدة اللي هي مرتي قالت لي خصك تمشي تهضر مع الأب ديالي، على الأقل بعدا نديرو الخطبة وأنت خدام. داكشي اللي كان، أنا ما خبرت حتى شي واحد، مشيت لعند بوها ديريكس صونيت عليه. قلت له السلام عليكم. وعليكم السلام. دويت معاه في لي ديتاي، قلت له شنو كاين، وقال لي هادشي ماشي ديال التليفون اولدي، نتلاقاو في شي قهيوه ونهضروا. قلت له مرحبا. تلاقيت انا وياه، حتى هما تيسكنوا في الحي ديالي غير باش تعرف، حنا في نفس الحي. تلاقيت انا وياه، دخلت عنده، كنعرفو انا فايت شايف تصويرته، هو ما عرفنيش حتى جلس حداه. قال لي واش انت اللي صونيتي عليا؟ قلت له انا اللي صونيت عليك. قال لي واش داكشي اللي قلتي لي يعني انت باغي على القناعه وقاد به؟ قلت له شوف، انا جيتك نيشان، قلت له انا البنيته ديالك باغي نتزوج بها على سنه الله ورسوله، وراني خدام الحمد لله على قد الحال. وفاش خدام يعني حطيت له داك الشيء خويا بدر فوق الطابله، ما وهمتوش بشي حوايج ما كاينينش، راه عندي هادي يعني عندي شي وظيفه ولا. قلت له كل شيء. قال لي اش غادي نقول لك، انا ما عنديش دخل في هذا الشيء، غنتشاور مع البنيته ان شاء الله ونرد عليك باش ما كان، ولا عطيتك الموافقة جيب والدك مرحبا. مشى بحالاته ومشي حتى انا. رديت على المدام قلت لها راني هضرت مع الاب ديالك، اشنو قال لي وشنو؟ قالت لي صافي. جا لعندهم، دار واحد النقاش عائلي، دواو بيناتهم، تفاهموا، ما ردش عليا بوها، بقى هكاك صافي. لهاتو الخدمه والاعمال ديالو، كنقول لها راه باك ما ردش عليا. كتقول لي راه غير الخدمه وما يمكنليش انا نقول له ودي رد على الدري باش ما يقولكش راني انا، فهمتي؟ بحال جاي ناقصه شويه. انت فهمتي، ماشي باش ما يشكش في شي مشكل كاين، ماشي على لاصقه. بقات هي هذيك حتى لواحد النهار التليفون ديالي انا كنطيح ليا من الخدمه. انا الخدمه ديالي تنخدم في الصباغه اخويا بدر باش تعرف، طاح ليا من السلوم، تهرسات له لا فيشور، ديتو يتصيب. ما دويتش داك النهار مع المدام، تصونت عليا، كان عندي واحد التليفون عادي درت فيه الكارطة، قالت لي خصك تفتح هاد الليله ضروري، باغي نقول لك شي حاجه. قلت لها راه ما عنديش دابا التليفون، ومازال ما دخلاتنيش الفلوس باش غادي نمشي نشريه ولا. قلت لها راه ديتو يتصوب. قالت لي انا نعطيك انا التليفون ديالي وانا ناس ديال ماما ونتعاودوا هاد الليله وغدا ردوا ليا. قلت لها مرحبا. مشيت لعند حدا الدار، خرجت لي التليفون، بقينا تندوي ودوزنا داك الليله تنهضروا ابيل. كان لا غدا الحد ما خدامش. الصباح مشيت يعني هي بقات ناعسه، التليفون ما رديتولاش، مشيت للقهوه. شنو غايقول لي عقلي اخويا بدر؟ نفلي داك التليفون نشوف شنو كاين مور هاد البنت، واش كدير شي حاجه مور ظهري ولا لا. دابا جاتني غير هكاك،
بقيت تنقلب انا داك الشيء اللي قد عليه، فهمتيني؟ المستوى ديالي في التليفون داك الشيء درته ما خرجش في شي حوايج اللي نقولوا زعما خايبين ولا. دا بانت لي واحد التصويره ديال واحد الدري في اوروبا مصور في داك في ميلانو، راه معروف واحد البلاصه اللي تصوروا فيها بزاف. هذيك التصويره شوشتني، قلت هاد التصويره ما يمكنش غير تحطها في التليفون، ما هو مغني ما هو ماشي غير تجي وتحطها. وانا نتفكر واحد السيد صاحبي عنده مع داك الشيء ديال الانفورماتيك، مشيت لعندو قلت له الله يجازيك بخير، واحد السيده غادي نتزوج بها، بغيت تشوف التليفون الا كان شي حوايج يعني بلا ما نزيد نتقدم. قال لي انا ما تنديرش هذا الشيء، ولكن انت صاحبي وعزيز عليا غادي نشوف لك. بقى شي ساعه هو خدام فيه وانا واقف حدا المحل كنهضر مع الدراري اللي تما خدامين معاه، هو تيقلب شفت فيه لقيت اللون ديال وجهه تخطف. ويلي زدت لعندو قلت له ياك لاباس؟ قال لي شوف هذاك الشيء اللي لقيت هاني حطيته لك في هذا الدوسي هذا، تمشي للدار اخويا وسمع بوحدك وشوف، فهمتيني؟ وما تتعرفني ما تنعرفك. صافي خلعني انا داك الساعات، مشيت للدار دخلت البيت ديالي سديت عليا، بقيت كنتفرج في داك الشيء وتنسمع. اول حاجه لقيت تلقى التصاور ديالها مع دراري، كاين اللي في الفراش عريانه وكاين اللي تصور عادي قدام. اقسم لك بالله اخويا الا كذبت عليك ما تسمح لي حتى الغدا امام الله. انا والله ما نزيد عليك حرف، فهمتيني؟ ما نزيدش حرف واحد. لقيت تصاور كاين اللي قلت لك عريانه وكاين اللي غير قدام المدرسه مع الدراري مع نقيب ما عليناش. مشيت للفوكالات، الفوكالات كنسمعها كدوي مع دراري هكا كترسي مع مرون ديفو باش يمشيو كما كنقولوا حنايا البرتوش نيشه. دوي معاهم هكا بطايطاي، بقيت تندوز ولكن صافي فين تبلوكيت وحطيت داك التليفون ما وليتش قلبت. كنلقى امها كدوي مع واحد الدكتوره باغا تصوب لها بكره اصطناعيه، صافي تما حطيت داك التليفون لان ما نزيدش نلقى شي حاجه اكثر من هذا الشيء هذا. ما عرفت ما ندير، تلفت والله العظيم الا تلفت بالله. ارتاحت واحد العشرة دقائق ولا عشرين دقيقة، صونيت عليها قلت لها تجي عندي دابا وغطلعي معايا للدار، بغيتك في واحد الموضوع ضروري. هي تتقول لك ما عنديش. المهم جميع الاعذار درتهم وقلت لها والو، اما تجي ولا والله ما تولي تشوفي وجهي. ما لقات ما دير، جات طلعت للدار، دخلت انا وياها للدار وريتها اول حاجة التصاور. قد تتنكر والله ما انا مع داك التصاور ما بينش فيها وجههم هذوك اللي عريان. والله ما انا والله ما هادي. قلت لها صافي ماشي مشكل، طلقت الفوكالات قلت له هذا الصوت ديام حتى هما حلفات عليهم. المهم راك عارف فاش كيحصل شي واحد تيبقى كيبقى يحلف بالله ويدير اي حاجه، قد تتحلف قلت لها صافي نديروا هذا الشيء هذا ماشي مشكل. وبقات عليا هذا الشيء راه قديم وانا هادي قلت لها نديروا هذا الشيء ماشي مشكل، علاش ما قلتيليش انت راكي ماشي يا بنت وما قلتيليش كاع؟ قالت لك شكون اللي قال لك هالتخربيق دابا انت شي واحد عمر لك راسك وهادي؟ قلت لها شوفي تينا هبيل دابا قلت لها دابا تنشوف فيك نقلبك بيدي اقسم بالله العظيم. ما عرفتش قلت له والله ما تخرجي من الدار، شديت الباب الساقطه وزيت الساروت قلت له والله تنفحصك بيدي. قلت لها اما تقولي لي شنو كاين ولا نصوني على باك ويجي هكا في هذه اللحظه ويشوفني هكا. سمعت باها وهي صافي طلعت قالت لي صافي انا نعاود لك، عاودت لي داك الشيء بليدي طايب كل شيء، قالت لي شكون اللي ضيع في الشرف ديالها وقتاش وفين مشى دابا. المهم هذاك اللي ضيع في الشرف ديالها راه هو في اوروبا، هو اللي في ميلانو هو اللي في التصويره نيت هذاك. صافي قالت لي كل شيء. انا كنت في واحد الهستيريا وتعصبت اخويا بادر وش نقول لك الله يسمح لي على هذه الفعله، ما قتلتها بالعصا بقيت غير كنضرب. وقنت اللي لقيت فيه تنضرب حتى هربت. صافي مشات تلتات وانا اصلا خليتها يعني ما بغيتهاش تبقى، مشات بحالاتها دوزت داك العشيه باش ما عطى الله والتليفون مصيفطه شي 90 ميساج 80 ابيل ما تنجاوبش كاع، ما عنديش لقانا لا نهضر لا نجاوب. جلست بوحدي في القهوه ما خدمتش داك السيمانه حتى لواحد الصباح ناعس، وليت تنفيق عاوتاني كنت كنفيق في الصباح تنمشي للخدمه وليت كنفيق حتى الجوج ثلاثه اربعه. عاد الصباح تجي عند الوالده ديالها تتصوني عليا، هبطت لعندها جات عندي مع 11 ديال الصباح، هبطت لعندها السلام عليكم قلت لها ولدي عندك مهمتك
قلت لها عندي الله يطول في عمرها. قلت لها حس بيا تايا، انا راه بنتي ما بقاتش تقرا، ما بقاتش تاكل، وغير سد عليها في البيت وتتبكي. وولدي راه كنلقاوها باللي كنحصلوها طالعه في الدروج بغات تلوح راسها ونشدوها ولينا حاضينها. المهم بقات تتبكي عليا وتطيح ليا على يدي، فهمت لفتني. قلت لها انا ولدي شوف داكشي الماضي راه كل وحده، شنو كاين اللي كتعترف به؟ قلت له هي باش تعرفها راه صادقه اعترفات لك بكل شيء. قلت له ولدي حنا ما تعطينا لا صداق لا حتى شي حاجه، ما فرضوا عليك حتى شي حاجه. لا الشريفه نفكر ان شاء الله ورد عليك، الله يسهل عليك، ما عندي الخاطر لا شي حاجه. قلت له يا ولدي الله يرحمك الوالدين، راه الا ما درتيش حنا فينا اديروا مع الله سبحانه وتعالى. قلت له يخليني شي واحد الايامات ورد عليك. مشات بحالاتها، دازت واحد 3 ايام بقيت نفكر انا، قلت صافي دابا ما عندك ما غادي دير، انا غادي نمشيو في يد الله وصافي. صونيت على ما صونيت عليها وقطعت، هي ولات صونات عليا جاوبتها. قلت لها الشريفه نكملوا داك الشيء في يد الله وصافي. جوج كلمات ما طولتش مع قطعت، هي قطعت عليها تتصيفط لي البنت ميساج، بقات عاوتاني ترغب وتبكي وتشكي. قلت لها صافي الله انا بغينا ننساو دابا، خلينا ما نرغب وشكاو. المهم بقينا تندويو مع مرور الايام، وداز واحد المده تنسيت داك الشيء، راك عارف فاش كتبقى شويه الضحك شويه هذا كتنسى. نسينا اخويا بادر وبقيت معاه مزيان، ولات رجعت العلاقه زوينه عاوتاني، وما كنجبدلهاش داك الشيء والله ما تنجبدو. واخا تيوقع شي خصام ما كننساه، ما كنبغيش نجرحها به. حتى جبت والديا، جبت الوالديا وخطبت لبنيتها ودرنا الكاغيط في الخطبه. قلت لها انا راه ما عنديش باش ندير لها عرس لا والو. قالت لي حنا نديرو. قلت لها الصلاه على النبي. درنا الكاغيط في وسط الخطبه وخليتها تكمل القرايه ديالها، غير هي فاش بقات كتقرا انا بقيت مديرونجي. حيت الفوكالات اللي قريت كاملين الدراري اللي كيقراو معاها، وهما اللي درت معاهم داك الشيء. بقيت مديرونجي، قرات واحد جوج سيمانات مور العقد ديال الزواج ووقفتها. قلت لها شوفي الا بقيت هكا تنفكر وانت كتقراي وانا تنفكر انا حماق وانت توظفي. قالت لي راه خصني نكمل قرايتي نخدم وهذا نتوظف وتجيب الله شي خدمه زوينه ونتعاونوا. قلت لها انا شوف الله يسهل عليك، باغي نعيش باللي كتب الله، ما تخدمي ما حتى شي حاجه غير خلي. قالت لي ولا ما نقراش وانا نجي للدار ديريكس. علاش قالت لي هكا؟ حيت الدار عطيني الوالد واحد البريط ما خويا بادر، ولكن ما مفرشاش هادشي. علاش بغات تزيرني هي باش نقول لها صافي قراي زعما؟ قلت لها ماشي مشكل انا غادي ندير الحل. قلبت عليها واحد جوج سيمانات. الوالده كان عندها واحد الصالون في البرطمه الفوقانيه، عطاتوني مسكينه فهمتيني واحد الطبيله ديالها المسائل، الثلاجه والصبانه والفران. دخلت عليهم كريدي مع عند واحد السيد تنعرفو، عطاهم لي كريدي تاقفيه وبقيت ماشي معاهم بالطريطات. جبت البنت سكنات عندها كل شيء، بيت الناس، الفراش، المسائل، ما كاريه ما والو، البريطمه ديالها صافي. عشنا بخير خدامين مزيان. شنو غادي يوقع؟ ما ولات تتدخل في العلاقه ديالنا انا وياها. قولي له شري لك هادي، قولي له يصوب لك هادي، قول له يصبغ لك الدار، قول له شري لك التلفازه مزيانه، قول له هادي فهمتي. كتقول لي شي حوايج اللي ماشي في الاستطاعه ديالي. انا تنخدم غير ب 110 درهم في النهار اخويا بهضر باش نقول لك كلش. يعني في السيمانه كتجيك واحد 750 درهم الا كنتي شاد المصروف، طبيعه الحال تبقى لك واحد 600 درهم. وإلا كنت شديت شي بريكول بوحدي هذيك هي اللي كيكون فيها البركه شي شويه، واحد 40,000 60,000. المهم بقات كتقول لها شي حوايج، قول له دير لك هادي. شنو وليت عاوتاني تلقى البنت؟ ولات كتنعس كتفيق حتى للجوج، وامها هي اللي كتجي طيب الغداء. كندخل انا من الخدمه ما كنقدش تندوش من داك الغبره اللي فيا، واش غندوش ونسيبها تدور عندك في الدار وانت بالفوطه؟ ما يمكنش. كنمشي تندوش عند الواليد. عاوتاني تمرض كتقول لها اجي لعندي. كتجلس سيمان انا تنبقى عايش غير بالبيض، اي تنقلي ما تنعرف ندير والو. دخت فهمتيني، صبرت قلت ماشي مشكل. دوز واحد رمضان دوزاتو عليا امها، وكتدخل في شي شبوق. وليت كان في الليل كنفيق كنهز لها التليفون، كندخل الواتساب اللي بينها وبين امها وكنتصنت. شنو تلقاها قايله لها البنت؟ ما نكذبوش على الله، كتقول لها شوفي راه تيتكرفاص والخلصه ديالو قليله ومهلي فيا وهادي. ما باش تجاوبها هذه كبيره في عوض ما هي تنباش، ما تتقول لها الهبيله الا سمعك الراجل هكا راه غير ردك جفاف، واش نسيتي كان غيسمح فيك وانا اللي مشيت درت له الدموع التماسيح باش رجع معك؟ شو هالهضره كي انا منيش شفت داك الميساجات
صافي حقت عليها قطعت عليها، ما بقيت كنهضر معها ما والو. تشكيت للراجلها ما جابش، يلاه هي مسيطرة على الراجل شي شوية. مشيت لعند خوها تشكيت والو، ما مازال هكا. قالو جيت صونيت عليها فاصا فاص، قلت الله يجازيك بخير الشريف، اسمعيني نقول لك واحد القضيه. انا اعطيني اتساع فهمتيني، بنتك هي ملي تبغي نجيبها لك للدار ما تدخليليش في حياتي، الله يرحم لك الوالدين، كتقولي لي شي حوايج انت وما دايرهمش في دارك وكتفرضيهم على بنتك نديرهم انا. بقات قطعات وبقات كتدوي معايا بواحد الميساجات فهمتيني، في شكل شي شويه زدت تاني عاوتاني طولت معاها في الهضره حتى تسابينا، ولات كتخسر حاجه شكل الهضره، خسرات الهضره تاني تسابينا. والله العظيم خسرات لي خسرات لي الهضره، منين شفت خسرات الهضره صافي انا عاوتاني تينا بديت كنتساب معاها، بلوكاتني بلوكيتها. جيت للدار تلقى البنت كتبكي، مالك عاوتاني؟ قالت لك راه ماما قالت لي انا سخطة عليك، ما انت بنتي ما انا امك، وقطعت عليا وبلوكاتني. قلت لها صافي ماشي مشكل، المهم واسيت هذاك الليله صوبت لها واحد اللعيبه كتعجبها نسيتها، بقيت كنلعب انا وياها كارطه تنضحكوا. نهار الاول نهار الثاني نسات ماما صافي، قطعت معها العلاقه، لا هي الان كتجيش عندها، بقينا هكاك عايشين. تجاب الله سبحان الله، شتي داك الوقت اللي بعدت منها ما عشت واحد الحياه زوينه اخويا بدر، عاد حسيت بالحياه الزوجيه ديك الساعات. نهار كيجي حسن مخو بقيت تماشي معاها مزيان، انما هو في داك الوقت حملت المراه. فاش حملها من طبيعه الحال شي شويه الامور كتزير من جهه الراجل، يعني المصروف راه ما تيبقاش كما هو، خصك تزيد. وليت وليت تنمشي كنجلس مع سميتو الوالد ديالي، لان الدومين ديالو هو العقار فهمتي، كيكون وسيط ما بين الشاري والبيع ديال شي دار. وليت تندخل معاه في داك الامور، بقيت غادي مزيان هو هذاك. تجات الموعد ديال الولاده ديال المراه، مشيت للطبيب معاه بوحده انا وياها، جبت الدري صاحبي وصلنا للطبيب، وصلنا الوالد يا ربي هو اللي وصلنا للطبيب. وصلت لتما تلقى عمتها واقفه في الطبيب بوحده، كاين لا امها لا باها لا والو. بقيت كندورو بها تما في داك الطبيب، حتى راك عارف كي المراه حتى كيهبط لها داك السقيه عاد كيدخلوها تولد. بقيت تندور بها تما، جات الوقيته ديال الولاده دخلوها بالكروسه ولدات. المهم بقيت نجري نسبق، انا الدماغ ديالي كنغيب، ولدات سيزاغي ما قداش تولد ولاده طبيعيه، عندها واحد المشكل هي، ولدات سيزاغي. البنت ما غوتاتش فاش خرجات، وتزادت بنيتها ولكن ما غوتاتش، داو الانعاش. المراه فاش ولدات جلست 10 ايام، والبنت في الانعاش 15 يوم. عرفتي اخويا بدر كنمشي للبلاصه فين مرتي ونشوف شنو خصها، عاوتاني نخرج كنجري ندخل لبنتي، وماشي كتدخل. حنا راه عندنا واحد السبيطار الا بغيتي تدخلها ب 20 درهم بحال اللي داخل حديقه الحيوانات. دخل هنا جري هنا، الطبيبه ديال بنتي تعطيني ورقه ديال الدواء فيها 7000، عاوتاني الطبيبه اللي عند المراه تعطيك ورقه فيها 3000. المهم دخلت، الله يمن كذب عليك الا حوايج حق الله، الا واحد الجاكيطات ديال الكوير لابعتهم بالله باش نبقى تنطير ونزل تما. تخرجت المراه هي الاولى، خرجتها شو عاوتاني شنو دارت؟ جات ما تلاقاتنا في الطريق، حنا يلاه خرجني من الباب الطبيب من بعد 10 ايام. عاد بدات بعد 10 ايام لا جلست 10 ايام، غير المراه خرجت غير بوحدها في الباب ديال الطبيب، حنا خارجين وهي تتهبط من الطاكسي ما وتعنق وتبكي تما عاوتاني فيها. شنو قالت لها؟ يلاه بنتي نديك للدار، وجا الله جلسي نفسي عندي، وجات عاوتاني ترغب فيا امها. يعني بقيت ما ندير، المراه عاد ولدات والعمليه، قلت لها سيري توكلي على الله. مشات بقيت انا مع بجغيطه مسكينه تما، ندي لها الحليب ديالها الكوش ديالها المسائل، تخرجتها لها وديتها للدار ديال امها، جلسات معاها تما. المراه بقات امها بقات حاقده عليا خويا بادر واحد الحقده، انا نسيت، وليت ندخل عندهم للدار، وليت تناكل معاهم عادي. كنمشي للدار نبات بالعشيه، تندوز في الصباح عاوتاني، ولا تنجي من الخدمه بالعشيه تندوز عندها تنشوفها ونجلس معاها، ولا تمها معايا مزيان صافي. قلت واقيلا مور هاد الخصام غيجيب الله تيسير، ما تنقش شي شويه ما تبقاش تدخل لي في حياتي. داكشي اللي دارت حتى تنقش شي شويه، لكن هو هي البال ديالها شنو مخططه واحد التخطيط واحد اخر. المراه فاش برات رجعت عندي للدار ولات شنو كدير؟ انا كبر مع والديا، فاش كيمرض شي حد ولا هذا
اما الطبيب اما كيعزم عليها كالواليد بشي صويرات ديال القران. ما لا ما كتمرض البرهوشه كنلقاها كتدور لهم فوق راسها واحد المجمر وشي تخربيق تتقول فهمتيني ما عجبنيش انا الحال. بنا تنشو داك البنت مازال صغيره وتدي لي الله عندها الشهر وتدي لها داك البخور. ما تخاصمت مع امها انا طلعت لي فراسي قلت لها ما تبقاش تجي عندي حدا بنتها. بنتها هزات معايا الضد وليت كندخل كدير لي الخصايل كدير لي الزكاير ما تلقاش الغداء. درجه واحد النهار انا خدام وهي تتصوني عليا اختي قلت لها راه عندك الدخان خارج من السرجم تخلع تجي كنجري والله الا جايب الحفه قسما بالله. دخلت للدار تلقى السيده شنو دايره جالسه في البيت هي والبنت سد عليها ودايره الكيسمان في ودنها وكسرونا ديال الحليب تتحرق. واش فهمتيني؟ تخاخن في الدار ولات كامله الغيام. بقيت تنحيد داك الشيء حليت السراجم حليت البيت تلقى موسقه هي فايقه ما شافت حتى شي حاجه كاع. تخاصمت انا وهي قالت لي واحد الهضره ما عجبتنيش ضربتها. انا خرجت من الدار وهي جات من مداتها من تما ما وليت شفتها لا هي لا بنتي. صافي دازت واحد الشهير ما شفتهاش كاع. عيطوا لي واحد الصباح عيطوا لي البوليس قالوا لي ياج جيت كنلقى امها مشات حطات عليا محضر اللي انا ضربتها وديما تنتكرفس عليها وخليتها بلا ماكله بلا حتى شي حاجه ونهار ولدات ما ديتهاش فيها. المهم عمر عليا واحد المحضر قالوا لي قلت لذاك البوليس انا هاد الاقوى اللي كتقول لي واش ديال البنت هي اللي قالتها. قال لي هادشي راه قالت امها ما كاينش هادشي نهائيا. قال لي دابا سير عطيها الحوايج ما تلبو. قال لي تن المحكمه وشوفوا شنو غديروا. قلت له انا ما نعام ولكن علاش ما دير شكايه هي الام ما حقاش دير شكايه بسميش بنتها ما يمكنش. والله يا خويا شوف دابا خويا بادر باش تعرف واحد القضيه شتي دابا هاد الوقت كتحط الفلوس لا ما قصيراش عندها لاكار يخو عندها لاكارت راه ما عندهاش الحق تمشي دير شكايه بسميش لا ما هي اللي دارت البنت حداها جالسه وهي كتهضر هادشي راه شفته بعيني هادشي هذا والبنت راه دابا هاد الوقت اخويا بادر راه غير الفلوس دير اي حاجه. مشيت قلت له واش البنت قال لي لا. قلت له راه ما كيفاش دابا ما دير عليا شكايه انا. قلت له انا ما عندي المشكل ما. قال لي دابا سير عطيها الحوايج ما تلبس راه خلات كل شيء تما. قلت له ما راه الدار راه هي اللي خرجت. قال لي انت اللي كركبتيها مع الدرج وسديتي الباب وبدلتي الساقطه. قلت له انا. قال لي اه. قلت له يلا نعطيها اخويا الحوايج ديالها. دخلت هزات الحوايج ديالها طلعوا معنا البوليس للدار. هزات الحوايج ديالها وبقوه امها اللي فيها الحقد واحد الريدويات ديال السرجم. المهم حيدات كل شيء الكاشات داك الشيء اللي جايبه لها كادو وجابوا لها كادو حيدات امها عن كل شيء ديالها. داتهم في طريب بورتور داتهم للدار مشات. بقاو متابعين سميتو تابعين القانون ديالهم. حتى واحد النهار اخويا انا صافي جالس في القهوه تيجي عندي شي دري واحد جات واحد الطونوبيل فيه مي تتقلب عليك. نمشي عاوتاني لشي بلاصه واحده اخرى نفس الهضره تنسمع نفس الهضره ونتصل بواحد السيد تنعرفه وكنت خدمت لواحد البريطمه ديالو خدام في البوليس. صونيت عليه قلت له راه عندي واحد المشكل ديما تيقولوا لي شي جوج تيقلبوا عليا ما عرفتش شكون. قال لي انا نشوف لك. عطيتو السيريال ديال لاكارت لاسيونال السميه الكنيه راه عارفهم هو. قال لي راه عندك واحد المشكله اخي حمزه ديال واحد البنت مديكلاريا بيك باللي كنتي معاها في سميتو في غولاسيون وهربت من الدار ديالهم بسببك وبقات متشرده هنايا قسما بالله العظيم. قلت له واش بصح؟ قلت له سميت هذه البنت هذه؟ قال لي السميه ديالها بلا ما نسميوها بلا والو. قال لي السميه ديالها والنسب ديالها وكل شيء. قلت له واش هي اللي مشات؟ قال لي اه بوحدها. قال لي مشات بوحدها وقالت كل شيء وقالوا لها واش ردوك با. قالت له ما يقتلني وقالوا لها ما يمكنش حنا نردوك هكا يعني ماشي بخاطرها ممنوع يردوها لوالديها وقع شي مشكل فهمتي؟ وبقات انا خويا ما لقيت ما ندير فهمتيني تلفت هزيت المسائل ديالي تتاكدت من المعلومه لواحد هربت لواحد الباديه راني فيها حاليا دابا. عاد تما راه تجي صطافيت مره للدار مره تيجيو شي جوج تيقلبوا تخربقت فهمتي تخربقت اخويا بادر. فاش بقيت تنسول لقيتهم المي المراه ديالي هما اللي دايرين هاد اللعبه هادي مع شي بنت ديجا هاربه
جاي عند واحد الدري وداك الدري حرق البرا ولا ما عارف فين مشى ودالها الفلوس ديالها واش فهمتيني واش دوروا معاه الله اعلم اخويا هادشي اللي عرفته انا انا اخويا فهمتيني مخبع البوليس يقلبوا انا دابا انا مخبع حياتي تخربقات رمضان غندوز غير بوحدي راني جالس غير فواحد الباديه عند واحد السيد مسكين خدام معاه مخليني تنبات معاه فواحد البيت ودابا منين عرفتي بحال بحال تبتي على راسك بانك بصح ديك الهضره اخويا ودابا الا مشاو دابا المشكل اللي وقع واحد اخر هو انه النساب ديالي مشاو داروا عليا شكايه بتهميل الاسره حيت دابا هادي شهرين والصرف والمراه بوحدها عند في دارهم وانا بوحدي داروا عليا شكايه راك عارف نتايا تهميل الاسره كتخلص عليه فواحد المصاريف صافي يعني ما القليله الا جيت للدار واش انت ما حينتك اخويا بادر لهذا المشكل هذا مهم زيروني فهمتيني بغاو الحياه ديالي بغاو يدمروها واللي غريب في الامر اخويا واخا ما يقدش شي واحد يقول انا والله تنقولها لك هنا بالله العظيم هذا الشيء غيوقع لاي واحد ما مؤخرا اكتشفت هاد العشر ايام هادي اللي بقيت انا هنايا بوحدي كنكتشف اخويا باللي عندي الثقافه والله العظيم اخويا ما عرفتي الدماغ ديالي دابا الا ما هبلتش انا راه دار ربي الخير تنفكر هكا ونفكر هكا وهادشي اللي كاين اخويا بادر راني قلت له سمير اخي بحال تكون يعني خايف هربان وخايف تقولك الحاجه اللي كندير اخويا شنو هو الحل حيت الوالده ديالي انا مريضه بالسكر فهمتي ما بغيتش نعذبها يعني الوالده ديالي مريضه شوف إلا مشيتي واش عندك داك اللي اتهماتك عندها شي دليل عندها شي ميساج معاك عندها شي حاجة شوف أخويا بدر شي واحد السيد تنعرفو أنا صاحبي مشات وحدة غير ديك لا راتبي عمرو تلاقاهاش دوه ضرب عمايل قسما بالله العظيم شوف شي محامي يكون مزيان ياك شي ما محامي ما الظروف ما تسمحش لي أخويا بدر غير استشارة مع المحامي تمشي دير غير استشارة مع المحامي دابا انا حتى باش نمشي للدار باش نمشي للدار ديالي بغيت نبيع شي حوايج عندي تما يعني وغادي نديرها ما عنديش كي نديرها تنخاف نمشي تما غادي نتشد ما كيما عندك انت هربان مازال تتبتها على راسك اخويا سمير راه بحال شوف راه غير بالعقل راه اي واحد غتمشي عنده تقول حق انا ما داير والو خاك هرب غيقول غيدخلوا الشك انا احسن حاجه يتقدم راسك واللي دار ربي هي اللي تتكون شحال قدك ما تبقى هار ما نقدرش ورمضان تيدوز صعيب اخويا بدر وانا ما عمري دوزت نقول لك سيمانه ولا يومين ديال سميتو ديال الحبس ما عمري تقبض شي نهار تنتمنى فريمون بعدا اش نقول لك برافو عليك بعدا طلع شي راجل مع ديك السيده ولكن والله خويا شتي هادشي اللي قلت الله يخطف الحق هادشي اللي قلت شوف اخويا بدر راه كاينين شي خمسه ديال البنات صحاباتك كيتفرجوا فيك دابا حاليا اقسم بالله العظيم راه في كومونتير غيكتبوا لك شنو كاين وعارفين هما غنطلع معاه نتمنى كل واحد يكتب شي دعوه لسامر سامر الا شي واحد بغى النمره ديالك ويتواصل معك ويعاونك في شي حاجه نعطيوه الرقم ما عنديش مشكلة أخويا بدر اللي بغي يعاون سمير ولا يتواصل مع سمير يتواصل معنا عبر الصفحة الرسمية فيسبوك بي أد إخ إسباس أش إي إل آ إل إي كتبوا لي تبغيت الرقم ديال سمير ونعطيكم الرقم سمير كذلك تتمنى أي واحد تسمع القصة ديالو يخلي له شي دعوة سمير والله من قلبي نتمنى كما طلعتي والناس مع داك السيد ربي يعوضك بما هو خير لك وربي يفاجئها آمين يا ربي بارك الله ونتمنى تعيط لي قريبا ونلقاوك أحسن من دابا غير نصيحة إن شاء الله يا خويا سامر شحال قدك ما تبقى هارب واجه اللي دارها ربي هي اللي غاتكون إلا تظلمتي هنا كون كان عندي غير مشكل واحدة بدر كون كان عندي مشكل غير مع المرأة ماشي مشكل دابا راه عرفتي شنو هي راه جوج ديال مشكل ما غدوخ خويا ما غير خويا سامر حنا كاملين تظلمنا وكاملين دازو في حياتنا بزاف ديال الحوايج ظلمان نعطيك واحد ولكن الحاجه ولكن انا اللي بقى فيا بدر اسمح لي قاطعتك اللي بقى فيا هي واحد الانسان انت كتكسيه هو كيعريك تيقول لك اتقي شر من احسنت اليه تيقول لك احذر من عدوك مره ومن اقربائك كالف مره ما تنساش بان ربي كبير وربي ما غيضيعكش ربي شايف كل شيء
وربما هذه شي يضيعك وهذه يديرها حلقه في ودنك. هذه هي الحاجه اللي كتخلي لنا الامل في حياتنا خيبة. هذه هي احسن حاجه اللي تبقى تعتمد عليها، يا ربي شايف كل شيء وربي غياخذ لك حقك، وكون متيقن غياخذ لك في الدنيا قبل الاخره. حتى ربي شنو قالنا؟ الله عرفك وعزتي وجلالي لانصرنك ولبعدك.